فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بحضراتكم في احتفالنا اليوم بإطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان. هذه الاستراتيجية التي ستمثل حجر أساس في بناء الجمهورية الجديدة لمصر الحديثة، وهي أكبر دليل على أن مصر تتقدم بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل يليق بمكانتها بين الأمم وبطموحات شعبها العظيم، وذلك من خلال إعلاء قيم الحرية، الكرامة الإنسانية، المساواة والعدالة الاجتماعية. السيدات والسادة الحضور الكرام، نبدأ الاحتفال اليوم بكلمة من السيد سامح شكري وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وهي اللجنة التي تولت عملية الإعداد للاستراتيجية وأشرفت على خروجها إلى النور، فليتفضل معاليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية، سيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني في بداية كلمتي أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى السيد رئيس الجمهورية لتفضل سيادته بوضع الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان تحت رعايته الكريمة، بما يعطي دفعة قوية للجهود الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان صونا وإعلاء لكرامة الإنسان المصري وتعزيزا لاحترام وحماية حقوقه وحرياته الأساسية. كما أعرب عن ترحيبي بجميع الحاضرين لهذه المناسبة المعنية بتعزيز مجال حقوق الإنسان في مصر. لقد تولت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي شرفت وزارة الخارجية برئاستها مسؤولية إعداد الاستراتيجية، ولا شك إن إنشاء اللجنة يشكل إضافة هامة للبنية المؤسسية الوطنية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان، ويعكس الإرادة السياسية الأكيدة لترجمة جميع الالتزامات الدستورية وما ارتضته مصر من التزامات بانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى واقع ملموس، كما يؤكد حرص الحكومة على أعمال حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. لقد حرصت اللجنة العليا مع بداية ممارستها لمهامها في مطلع عام 2020 على إيلاء أولوية متقدمة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتوازي مع استكمال الهيكل المؤسسي لأمانتها الفنية وصياغة خطة عملها وتوفير الموارد البشرية المتخصصة. سيدات والسادة، إننا نطلق اليوم الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في مصر، والتي تمثل ترجمة للأهمية التي توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، كما تعكس رؤية واضحة للحكومة في ذات الصدد وتبنيها لنهج التخطيط الاستراتيجي في هذا المجال. فالاستراتيجية تجسد خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز حقوق الحريات الأساسية وأداة مهمة لتطوير الذات في هذا الشأن. ولقد حرصنا على تبني نهج علمي في عملية إعداد الاستراتيجية، حيث تم على مدار عام كامل دراسة مجمل توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم التنسيق مع أكثر من 30 وزارة وجهة لتقييم متطلبات تنفيذها، كما جرى حصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بجميع الوزارات والجهات المعنية، بالتوازي مع تصنيف التوصيات الختامية التي تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ودراسة مجموعة من خطط العمل والاستراتيجيات الحقوقية المعتمدة بالفعل لدى الجهات الوطنية لتحقيق التكامل بينها وبين استراتيجيتنا الوطنية ولتحقيق الترابط فيما بينها من منظور شامل، فضلا عن دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لأكثر من 30 دولة بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة. ومن ثم ساهمت المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية في إجراء تقييم موسع لاحتياجات
تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولقد تم اتباع نهج تشاوري موسع في عملية إعداد الاستراتيجية من خلال إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق اتساقا مع نهج التشارك الذي تتبناه الحكومة الحالية، حيث تم عقد جلسات استماع لتلقي مختلف المقترحات. ضمت المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلين على المجتمعات الأهلية من مختلف المحافظات والنقابات المهنية والعمالية والمراكز البحثية والجامعات واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والشخصيات العامة والمثقفين وعددا من منظمات المجتمع المدني. وتم تشكيل هيئة استشارية من الشخصيات العامة والخبراء من المتخصصين، مما ساهم في تحديد محاور العمل الرئيسية بها والفرص والتحديات والنتائج المستهدفة في إطار كل محور. السادة الحضور، يمتد الإطار الزمني لتنفيذ الاستراتيجية لمدة 5 سنوات وتشمل 4 محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. إن الاستراتيجية تهدف إلى إحراز تقدم على صعيد هذه المسارات بشكل متوازن ومتكامل من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي. سيدات والسادة، إن حقوق الإنسان تشمل قيما عالمية متكاملة ومترابطة، ومن ثم يجب أن يأتي التعامل معها على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبذات القدر من التركيز. ولا يعني هذا بأي حال إغفال الخصوصيات الوطنية والإقليمية أو التغاضي عن الخلفيات التاريخية والدينية والثقافية، فما هو سائغ أو سائد من مفاهيم ثقافية أو اجتماعية في مجتمع ما ليس بالضرورة أن يكون مقبولاً في مجتمعات أخرى، بل يعد الاعتراف بهذه الخصوصية والتنوع واحترامهما قيمة مضافة وتفعيلاً لحقوق الإنسان، فضلاً عن أن ما تستوجبه متطلبات صون الأمن القومي أو النظام العام وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم قد يختلف من مجتمع إلى آخر، ولا يجوز بأي حال فرضه على المجتمعات الأخرى. ولكل دولة في نهاية المطاف حق سيادي أصيل في اختيار منظومة القيم والقواعد التي تتناسب وثقافة مجتمعها وتحمي شعبها. ولا يساورنا شك في أن النهوض بأوضاع حقوق الإنسان عملية متواصلة وتراكمية تبدأ بالتزام مؤسسات الدولة بواجبها حيال مواطنيها إعلاء لكرامتهم وصونا لحقوقهم، ومن ثم أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع ولدي ذوي الحقوق أو أصحاب الواجبات، فهم في حقيقة الأمر ذات واحدة، فكل مواطن صاحب حق ومسؤول عن واجبات، كما تتطلب تعزيز آليات الانتصاف وجبر الضرر على المستوى الوطني. إن لدينا عزيمة صادقة على إعلاء كرامة المواطن المصري وتحقيق تكافؤ الفرص، نثق في أننا قادرون بحكم الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية للرعاية والنهوض بكل ما من شأنه أن يحفظ كرامة المواطن المصري ويحقق ازدهاره ويصون مصالحه، على المضي بخطى جادة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهي سياسة الحكومة وهدفها الذي يدعمه قضاء مستقل نثق في نزاهته يعمل ضامنا لسيادة القانون وصون الحقوق، وبجهود حكومة لا تدخر وسعا لخدمة المواطن وضمان المحاسبة على المساس بحقوقه، وبتعاون وثيق مع المجتمع المدني الوطني نشط وواعي. هذا وسوف تطلع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة متابعة وتقييم التقدم المحرز في تحقيق الرؤية التي تتركز عليها الاستراتيجية في مواجهة التحديات وتحديد فجوات التنفيذ ومعالجتها، سعياً للوصول إلى النتائج المستهدفة، وذلك من خلال العمل الوطني المنسق من أجل تمكين الجميع على أرض وطننا الغالي
من التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة ودون تمييز. وفقنا الله جميعاً لما فيه خير وتقدم شعب مصر العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.